صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة السر، وكما بين أن المقصود بها هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر أو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والذين ورد فيهم الحديث: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. فهؤلاء الأخفياء الذين يعني لا يأبه لهم الناس، ولهم مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، يجيب الله دعاءهم ويبر قسمه. فهذه المنزلة في الحديث عن هؤلاء. فكعادة المؤلف رحمه الله تعالى يقسم كل منزلة إلى 3 درجات، وكل درجة يذكر فيها 3 أشياء. فالدرجة الأولى، أو سماهم الطبقة الأولى، طائفة علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم، لم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ولم يشر إليهم بالأصابع. فوقفنا عند هذا الموضع، يقول رحمه الله تعالى: وأما الثلاثة السلبية التي ذكرها، يعني هو وصفهم إيه؟ بثلاث صفات مثبتة وثلاث صفات منفية. الصفات المثبتة لو علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم، هذه شرحناها في الدرس الماضي. الصفات الثلاث السلبية التي يعني فيها نفي، يعني 3 أشياء نفاها عنه، اللي هي: لم يوقف لهم على رسم، ولم ينسبوا إلى اسم، ولم يشر إليهم بالأصابع. فقال: أما الثلاثة السلبية التي ذكرها، فأولها قوله: ولم يوقف لهم على رسم. وأصل كلمة الرسم يعني في مصطلح الصوفية وعلماء السلوك، الرسم هو أي شيء حسي أو مادي، يعني بمعنى كل المخلوقات أو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمونه إيه؟ رسما، يعني جسد الإنسان ونفس الإنسان والمخلوقات، يعني كلها وكل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني يجعلونه إيه؟ رسم. فقال: يريد أنهم قد انمحت رسومهم، فلم يبق منها ما يقف عليه واقف. قال: وهذا كلام يحتاج إلى شرح، فإن الرسم الظاهر المعاين لا يمحى ما دام في هذا العالم، ولا يريدون محو هذا الرسم، وهم مختلفون فيما يعبر بالرسم عنه. فيقول يعني كيف تنمحي رسومهم؟ فقال: طالما هذا العالم موجود، فالأبدان والأشخاص يعني هذه المحسوسات هي موجودة في هذا العالم، طالما هذا العالم موجود. فإذا لابد أنه يقصد إيه؟ معنى مجازيا، يعني لا يقصد محو، يعني محو هذه الرسوم بمعنى إفناء هذه المادة، أو إفناء المخلوقات يعني بمعنى يعني إزالتها من الوجود بالمرة، ولكن هو يقصد إيه؟ معنى مجازيا. فيقول: هم مختلفون فيما يعبر بالرسم عنه، فطائفة قالت: الرسم ما سوى الحق سبحانه، ومحوه
هو ذهاب الوقوف معه والنظر إليه والرضا به والتعلق به. فقال يعني طائفة من علماء السلوك قالوا الرسم هو كل ما سوى الحق سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله، كل هذه المخلوقات هي رسوم. طيب كيف محوها؟ فقال محوها معناه يعني عدم الوقوف معها وعدم النظر إليها، عدم الرضا بها، عدم التعلق بها. إذا المقصود أنه لا يتعلق يعني بهذه الماديات والمحسوسات. والرسم هو يعني الأثر الباقي بعد زوال الشيء، يعني الشيء إذا زال وبقي إيه أثره أو علامة تدل عليه، فهذه العلامة هي الإيه الرسم. يقول بعض علماء السلوك يعني يقول الرسم هو تلك الآثار أو العلامات الباقية التي تدل على وجود الشيء بعد زواله. قال وهذا أقرب إلى وضع اللغة. قال هذا التفسير الثاني أقرب إلى الاستعمال اللغوي، يعني إحنا اللفظ له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فقال يعني هذا استعمال في اصطلاح يعني بعض علماء السلوك، وهذا الاستعمال الاصطلاحي أقرب إلى اللغة. فإن رسم الدار هو الأثر الباقي منها الذي يدل عليها. إذا انهدمت دار وزالت وبقيت بعض الآثار التي تدل عليها، بقايا يسيرة من يعني من الآثار في الأرض والعلامات التي تدل على أن هذا المكان كان فيه دار من قبل، فهذا يسمى رسما. عفت الديار محلها فرسومها. نعم، فحتى يعني حتى لو المقصود اللي هو يعني العرب أحيانا كانوا يستعملون الرسم بمعنى يعني ما يتبقى من الخيام بعد رحيل أهلها، يعني حتى البيوت اللي هي بيوت الشعر، مش ليست بيوت اللي هي بمعنى مبنية من حجارة ونحوه، ولكن حتى البيوت اللي هي عبارة عن خيام، فإذا اصطحبها أهلها معهم فيتبقى مثلا بعض بقايا الأخشاب التي كانوا يستعملونها وتدا، كانت مدقوقة في الأرض وربطين بها الحبال، فإحنا بعضها يعني لا يكون له قيمة، يعني إذا مشوا يتركونه في المكان الذي سيذهبون إليه، سيجدون يعني أخشابا صغيرة يدقونها يستعملونها أوتادا ونحو ذلك. وكذلك مثلا الرماد المتبقي من أثر طهيهم الطعام أو كذا، فيتبقى بعض الرماد في الأرض وبعض بقايا قطع حبال مقطعة، قطع أخشاب كانت أوتادا كذا. فإذا مر إنسان بمكان في الصحراء وفيه بعض هذه البقايا تدل على أن هذا المكان يعني كان هناك ناس يعني نزلوا هنا ونصبوا خيامهم وأكلوا وشربوا ثم ارتحلوا، وهذه الرسوم اللي هي تدل على هؤلاء الراحلين. قال ولهذا يسمون الفقهاء وأهل الأثر ونحوهم علماء الرسوم، لأنهم يعني الصوفية يسمون الفقهاء وعلماء الحديث يسمونهم علماء الرسوم لأنهم عندهم لم يصلوا إلى الحقائق، يعني هم علماء الحقيقة وهؤلاء علماء الرسوم، بل اشتغلوا عن معرفتها بالظواهر والأدلة. يعني يقصدون الفقهاء وعلماء الحديث يعني ينظرون إلى ظواهر الأدلة ويفسرونها بحسب الظاهر، لكن هم يعني يعتنون بأحوال القلوب وإصلاح القلوب. يعني علماء الفقه والحديث وكذا يتكلمون عن كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يعني الأعمال الظاهرة، لكن هم يتكلمون عن إصلاح القلب وكيف يعني تحصل في القلب التقوى والمحبة والخوف والرجاء وكذا إلى آخره. وهذا الكلام يعني كما سيأتي مسألة القدح في علماء الفقه والحديث يعني قد يكون له دلالة سيئة يعني كما سيأتي، وقد نتأول يعني كلامهم ونحمله على محمل حسن. قال فهذه الطائفة التي أشار إليها لا رسم لهم يقفون عنده، بل قد اشتغلوا بالحقائق والمعاني عن الرسوم والظواهر. يعني يقول يعني قصدهم بأصحاب السر لم يوقف لهم على رسم، بمعنى أنهم قد لا يكونون يعني فقهاء وعلماء بالحديث، ويعني قد لا
يكونون ضابطين، مثلا لو تسألهم عن شروط كذا ومبطلات كذا لا يحفظونها ولا يعني يتقنون مثلا ضبط التعريفات، ولا يحفظون نصوص الأحاديث وكذا، ولكن يعني هم قوم إيه يعني صالحون، ويخشون الله ويخافونه ويحبونه وكذا. قال: وللملحد ها هنا مجال. يعني هذا الكلام زي حمال أوجه، يعني إذا كان المحمل الحسن رسوم ومجرد يعني ظواهر قد يعني تكون حجة على الإنسان وليست حجة له إذا لم تصلح قلبه، فهذا هو المحمل الحسن يعني الذي نحمل عليه كلامهم، أنهم يعني لا يقصدون القدح في دراسة الفقه والحديث ونحوه، وإنما يقصدون أنه يعني وسيلة إلى غاية وهي إصلاح القلب، وأن الإنسان لا يتوقف عند هذه الظواهر، وأنه لا بد أن يتوصل بها إلى يعني ما وراءها. يعني كأنهم يشيرون إلى معنى قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني الذبائح هذا ليس معناه أن الإنسان لا يذبح، لابد أنه يذبح ويتقرب إلى الله تعالى، فهذه اللحوم وهذه الدماء يعني هي مطلوبة، ولكن ليست مطلوبة لذاتها، وإنما مطلوبة يعني لتحصيل التقوى في القلوب. وكذلك الصيام مثلا لما فرضه الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فيكون هذا هو المحمل الحسن، أنهم يعني عندما يتكلمون عن العبادات الظاهرة والعلوم الظاهرة وكذا يعني يتكلمون عنها طريقة أنها ليست هي المقصودة، ولكن المقصود هو أمر وراء ذلك. فالمحمل الحسن لكلامهم أننا نفسره بهذا التفسير، أنهم لا يقصدون أن الإنسان يترك العبادات ولا يترك الأعمال الصالحة ولا يترك العلم النافع، ولكن يقصدون أنه لا يتوقف عنده، وليس هذه الأشياء يعني مطلوبة لمجرد الأمور الظاهرة منها، وإنما هي وسيلة لتحصيل التقوى في القلوب والخوف من الله ومحبة الله وهكذا. هذا هو المحمل الحسن. لكن هناك محمل سيء يعني قد يستعمله بعض الملحدين، اللي هو يعني أنهم يطعنون في العبادات والعلوم الشرعية، ويقولون إذن هذه العبادات وهذه العلوم لا فائدة منها، ويكفي أن الإنسان يصلح قلبه، مش لازم يصلي ولا يصوم ولا يدرس فقه ولا حديث ولا يحفظ قرآن. فطبعا هذا هو المحمل السيء الذي يعني قد يقصده بعض الناس. قال: وللملحد ها هنا مجال، إذ عنده أن العبادات والأوامر والأوراد، الأوراد تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى والدعاء، كلها رسوم، وأن العباد وقفوا على الرسوم ووقفوا هم على الحقائق. فبعضهم تجد لا يتلو القرآن ولا يذكر الله ولا يصلي ولا يصوم ولا كذا، ويزعم أنه هو وصل إلى الحقيقة وهو يعني قد أصلح قلبه، وأن الذين يصلون ويصومون ويدعون ويتلون القرآن هؤلاء وقفوا مع الظواهر أو كذا. فإذا كان القصد إبطال هذه العبادات فهذا كلام باطل وإلحاد في الدين. قال: ولعمر الله إنها لرسوم إلهية أتت على أيدي رسله، ورسم لهم ألا يتعدوها ولا يقصروا عنها. فالرسل قعدوا على هذه الرسوم يدعون الخلق إليها ويمنعونهم من تجاوزها ليصلوا إلى حقائقها ومقاصدها، فعطلت الملاحدة تلك الرسوم وقالوا إنما المراد الحقائق، ففاتتهم الرسوم والحقائق. يقول: هذه الرسوم اللي يعني هذه العبادات والأعمال الظاهرة والعلوم الظاهرة هي الوسيلة الوحيدة والباب الوحيد الذي يوصل إلى التقوى في القلوب وإلى صلاح القلوب وإلى معرفة الله تعالى، فهو لا يمكن الوصول إلى هذه المعاني القلبية إلا من خلال هذه العبادات، هي التي ترقق القلب، والقرآن الكريم هو الذي يطمئن القلب ويرقق القلب.
فلا بد من المرور في هذا الطريق حتى يصل إلى المقصود. فقال هؤلاء الذين يعني حرضوا الناس على ترك العبادات بدعوى أن المهم هو الحقائق، لم يصلوا إلى الحقائق، لأنه لا يمكن الوصول إلى هذه الحقيقة الإيمانية إلا من خلال العبادات ومن خلال العلم الشرعي. فقال ففاتتهم الرسوم والحقائق معا، ووصلوا لكن إلى الحقائق الإلحادية الكفرية. إذا زعم أنه وصل إلى الحقيقة بدون عبادة وبدون قرآن. قال فأحسن ما حمل عليه قول الشيخ رحمه الله، ولم يقفوا مع رسم، أنهم لم ينقطعوا بشيء سوى الله عنه، فكل ما قطع عن الله لم يقفوا معه، وما أوصلهم إلى الله لم يفارقوه، وكان وقوفهم معه. قال إذن أحسن تفسير لكلامه أن أهل السر لم يقفوا مع رسم، أنهم لم ينشغلوا عن الله سبحانه وتعالى بشيء، أي شيء يشغلهم عن الله يعني تركوه أعرضوا عنه، أي شيء يشغل عن عبادة الله وعن طاعة الله يصدهم عن الله فتركوه وأعرضوا عنه. لكن العلم النافع والعمل الصالح الذي يؤدي إلى معرفة الله ويوصل العبد بالله تعالى، وحتى يعرف الله لابد أنه يتعلم العلم الشرعي، هو الذي يعرفك بالله، والعمل الصالح هو الذي يقربك من الله. فلم يتركوا هذه العبادات والأعمال الصالحة والعلوم النافعة، بل استعملوها وسيلة للوصول إلى الله وإلى معرفة الله. فإذا المقصود لم يقفوا مع رسم، يعني لم ينشغلوا عن الله سبحانه وتعالى بأي شيء من هذه الأمور التي تشغل عن الله. قال وقد يريد بقوله لم يوقف لهم على رسم، قال هناك أيضا تفسير آخر يعني جيد يمكن أن يفسر به كلامه، أنهم لعلو هممهم سبقوا الناس في السير فلم يقفوا معهم، فهم المفردون السابقون، فلسبقهم لم يوقف لهم على أثر في الطريق، ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا. قال هنا يشبه يقول يعني الناس يسيرون في الطريق إلى الله تعالى، دايما يشبه بالسير في الطريق الحسي. فقال لو أن يعني شيئا يسير على هذا الطريق بسرعة فائقة، يعني مثلا كل خطوة يعني بعد الخطوة التي قبلها بمسافة فائقة، وأقدامهم تكاد لا تلمس الأرض، يعني لسرعتهم الفائقة يعني كأنهم يطيرون على الطريق، فبالتالي لم يوقف لهم على أثر. يعني اللي ماشي ببطء تجد كل خطوة ترك علامة، تجد الطريق الذي مشوا فيه كله علامات وأثر أقدام في الأرض، لكن يعني يقول أهل هذه المنزلة يعني هم يسيرون بسرعة فائقة يعني إلى الله تعالى، فمن شدة سرعتهم وشدة سبقهم يعني لم يتركوا آثارا في الأرض يعني تدل عليه. والمشمر بعدهم قد يرى آثار نيرانهم على بعد عظيم كما يرى الكوكب، لكن الذي جاء بعدهم يعني يستدل عليهم من خلال النظر من بعيد، فيراهم يعني قد سبقوا بمسافات يعني فائقة، وآثار نيرانهم يعني كأنه أوقدوا نارا يستضيئون بها في الطريق، فيراها من بعيد كأنه يرى كوكبا في السماء يعني. فهم يعني يعرفون الاتجاه الذي صاروا فيه، لكنهم يعني سبقوا من بعدهم. قال ويستخبر من رآهم وأين رآهم، يعني لا يستطيع أن هو يرى بنفسه الأثر، ولكن ممكن يرى بعض من رآهم فهو يدل عليهم، يعني مثل طريقة العلم الشرعي والأسانيد مثلا موصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فكأنهم يعني سبقوا بحيث لا يستطاع يعني الاستدلال على أثرهم بشكل مباشر، ولكن من خلال من رأى يصف لنا كيف كان حالهم وماذا فعلوا حتى يقتدي به. قال أسائل عنكم كل غاد ورائح، وأومي إلى أوطانكم وأسلموا. قال أسائل عنكم كل غاد ورائح، كل رايح جاي في الطريق يسأله عنهم،
ويومئ إلى الديار، يعني يشير إلى الديار التي هم فيها ويسلم عليهم إشارة زي الذي يشير إلى الحجر الأسود ويسلم عليهم من بعيد أو كم. قال العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. يعني دايما ايه يقول، يعني كأنه من علامة هذه الفرقة او هذه الطائفة الذين هم اهل السر ان علي ولا كذا ولا كذا، يعني ليس لهم ايه لقب يعني ينسبون اليه، ولكن هم يعني ليس لهم اسم غير اسم الاسلام وانهم مسلمون يتبعون طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وايضا هذا الكلام يعني مجمل، الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني وضح ذلك، مسألة الانتساب إلى اسم من الأسماء، يعني أحيانا يأتي في كلام السلف ذم ذلك والتحذير منه، وأن الإنسان لا يكون له اسم سوى الإسلام، لكن واقعيا يعني كنا نجد علماء السلف ينتسبون إلى المذاهب الفقهية وينتسبون إلى القبائل وينتسبون إلى البلدان، قال فلان ابن فلان مثلا الشافعي المصري أو الشامي أو الكوفي أو البصري، أو ويقولون مثلا ينتسب يعني إلى قبيلته التميمي والقرشي وهكذا إلى آخره، وأحيانا والشافعي والمالكي وإلى آخره. فقال يعني الانتساب إلى يعني إلى اسم من الأسماء أو إلى عالم يقتدى به في الخير أو كذا، يعني ليس مذموما في ذاته، وإنما الذم هو إذا أدى إلى التعصب له وإلى تفريق الأمة والشقاق بين الناس وإلى التعادي، يعني الولاء والبراء على هذا الاسم، يعني إذا أصبح كل مجموعة منتسبة إلى اسم معين يعني يوالي من كان منتسبا إلى هذا الاسم ويعادي من لم ينتسب إليه، بحيث يحصل الشقاق والنزاع أو كذا. وكذلك من كان منتسبا إلى اسم يدل على بدعة أو يدل على انحراف عن السنة أو كذا. واستشهد يعني بقصة المهاجرين والأنصار، عندما يعني نادى مهاجري قال يا للمهاجرين، والآخر قال يا للأنصار، وكادوا أن يقتتلوا بينهم، فالمهاجرون قد جاءوا إلى المهاجري يدافعون عنه والأنصار جاءوا إلى الأنصار يدافعون عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فقال رغم أن اسم المهاجرين واسم الأنصار ليس الانتساب إليه ليس ممنوعا، أن فلانا مهاجري وفلان أنصاري، بل هي نسبة شريفة يعني مدحها الله تعالى وأثنى الله في كتابه على المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا إيه الانتساب إلى اسم المهاجرين والأنصار هو انتساب محمود ويتشرف به صاحب، ولكن لما صار يؤدي إلى النزاع والشقاق وصار المهاجري يعادي الأنصاري لأنه ليس منتسبا إلى اسمه، حينئذ إيه صار مذموما وهكذا. فالقصد هنا يعني يفهم هذا الكلام في ضوء هذه القواعد، يعني فقال ليس لهم اسم ينسبون إليه من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق، اللي هو زي اسم مثلا القادرية والرفاعية والشاذلية وكذا إلى آخره. فقال ليس لهم اسم معين ينسبون إليه، فيفهم هذا الكلام في ضوء يعني ما سبق. يعني قال وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه، يعني ليسوا منتسبين إلى طريقة محددة أو كذا، وكذلك أيضا ليسوا متقيدين بعمل واحد بحيث يقال هؤلاء هم أهل الصلاة أو أهل الصوم أو أهل عبادة كذا أو عبادة كذا دون غيرها من الأعمال أو دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. يعني أيضا هذا يعني ليس مذموما في ذاته، لا مانع الإنسان يكون يعني مجتهدا في عبادة أكثر من غيرها، ولكن إذا يقول هذا يعتبر آفة يعني نقص عن الكمال والتمام، يعني نقص عن الكمال والتمام
والكمال والتمام، وأن يكون الإنسان يعني مجتهدا في كل العبادات، لكن لو أدى القدر المفروض عليه من أنواع العبادات المختلفة، ثم في التنفل يعني لا يستطيع الإنسان أن يجتهد في كل العبادات في التنفل فيها بنفس المقدار ونفس الدرجة، وفي كل أبواب الخير الجهاد والصدقة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فقد يعني يجتهد في باب ويقصر في باب. وكذلك نوافل العبادات من ذكر وتلاوة قرآن وصلاة وصوم وحج وعمرة وصدقة وكذا، قد حجة الإسلام، لكن الاجتهاد زيادة عن ذلك فلا مانع أنه يجتهد في عبادة دون أخرى، ولكن هذا يكون نقصا عن الكمال يعني. أما العبودية المطلقة يعني الكمال والتمام، أنه يكون يعني مجتهدا في كل أبواب الخير يعني، فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع أهل كل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم. واضح؟ يعني نفهم الكلام في هذا السياق، يعني هو يتكلم عن الصورة المثالية الكاملة التامة، لكن ليس هناك يعني ذم لو أن الإنسان اجتهد في باب دون غيره بعد أداء القدر المفروض، ولكن الكمال أنه يكون في كل الأبواب. قال: فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا زي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يعني أهل هذه يعني الفرقة والطائفة إذا سئل عن شيخه من شيخك، لا يقول شيخي لواحد من الناس، وإنما يقول شيخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن طريقه قال الاتباع. ما هي طريقك الذي يسأله؟ ما هي طريقك؟ يريد منه أن يقول مثلا قادري أو رفاعي أو نقشبندي أو كذا أو كذا، فإذا سأله ما هي طريقك يقول طريقي هي الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وعن خرقته، الخرقة التي كان أحيانا كل يعني فرقة يكون لهم مثلا لون معين أو طريقة معينة في اللباس أو الهدي أو كذا، ف يعني أو أنه يأخذها من شيخ معين من سلسلة معينة، أنه أخذ هذه الخرقة من الشيخ الفلاني عن الشيخ الفلاني حتى يصل مثلا إلى أحد يعني أصحاب الطرق أو كذا. فإذا سئل عن خرقته ما هي خرقتك وما مصدرها قال لباس التقوى. وعن مذهبه قال تحكيم السنة. ما هو مذهبك؟ يقول تحكيم السنة. كما مر كل هذا الكلام في الحقيقة يعني إيه له يعني ضوابط، يعني يعني بعض ممكن يفهم من هذا ذم من ينتسب إلى مذهب إذا قال مثلا شافعي أو مالكي أو أن هذا مذموم أو كذا. كما مر يعني ليس هناك تعارض بين اتباع السنة وبين الانتساب إلى مذهب من هذه المذاهب، فهي أيضا إيه يعني اجتهادات هؤلاء الأئمة في فهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو يفهم السنة النبوية يعني مقتديا بهذا الإمام في طريقته لفهم السنة النبوية. وعن مقصوده وطلبه قال يريدون وجهه. وعن رباطه وعن خانكاته، الخانكاه أو الرباط اللي هي مواضع معينة كان كل أهل كل طريقة مثلا من الطرق الصوفية أو من يكون لهم يعني موضع يجتمعون فيه للذكر والعبادة وكذا، فإذا سئل يعني ما هو الخانكاه الذي تجتمعون فيه فيقول يعني أي مسجد، كل بيوت الله سبحانه وتعالى هي الرباط والخانكاه، يعني ليس له مكان معين الدار المخصصة لأهل هذه الطريقة الفلانية يجتمعون فيها، وإنما رباطه والخانكاه تبعه هي كل بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال وعن نسبه، إذا سئل عن نسبه تنتسب إلى أي قبيلة وإلى، قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. قل نسبي الإسلام وأبي الإسلام،
كما مر يعني، لو أن إنسان سئل عن نسبه فذكر اسم أبيه وجده والقبيلة التي ينتسب إليها من باب التعارف يعني، فهذا لا حرج فيه. وإنما المقصود في كل هذه الأمور اللي هو يعني هذه الانتسابات إذا أدت إلى التعصب والتفرق والتعادي والبغضاء وكذا، فحينئذ يعني نرجع إلى الشيء الذي يجمع المسلمين جميعا ويؤلف بين قلوبهم. لكن إذا انتسبت كل مثلا فرقة إلى شيخها أو إلى مكانها أو مذهبها الفقهي أو انتسب إلى نسبه، أو ولكن في كلامه يجعله يعني حملة ضد كل من ينتسب إلى مذهب أو ينتسب إلى بلد أو إلى قبيلة أو كذا. قال: وعن مأكله ومشربه، قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجرة حتى تلقى ربها. يعني شبهها اللي هي بضالة الإبل، هذا ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل، إذا وجد بعيرا يعني ضالا ضائعا من صاحبه، يعني بعير موجود في الطريق لا يدرى من صاحبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التقاط ضالة الإبل. لماذا؟ لأنها يعني تمتنع بنفسها من صغار السباع، يعني البعير يستطيع أن هو يقاوم الذئاب ولا خوف عليه، ويستطيع أن يعيش يعني مدة يدبر طعامه وشرابه بنفسه حتى يصل إلى صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التقاط ضالة الإبل، اتركها وهي يعني تأكل وتشرب ويأتيها رزقها من عند الله تعالى، وهي تستدل على طريقها وتعرف الرجوع إلى صاحبها بنفسها، لا تتدخل في شأنه. فهو يشبه نفسه أنه مثل يعني هذه الناقة أو كذا، التي يعني الله تعالى يطعمها ويسقيها وتستدل على طريقها بنفسها. قال: وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. قال: العلامة الثالثة قوله: ولم يشر إليهم بالأصابع. قال: يريد أنهم لخفائهم عن الناس لم يعرفوا بينهم حتى يشيروا إليهم بالأصابع، يعني ليسوا ممن يشار إليهم بالأصابع يقال هذا هو فلان. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوا له، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه شيئا. فسئل راوي الحديث ما معنى أشير إليه بالأصابع، قال: هو المبتدع في دينه الفاجر في دنياه. طيب، هنا في الحديث لكل عامل شرة اللي هي الاجتهاد والحماسة، يعني دايما حديث الإسلام والتائب الجديد يكون يعني عنده حماس وشدة في الدين وإقبال يعني شديد عليه، فربما يعني أجهد نفسه وكلف نفسه فوق طاقته. ثم تأتي قال: ولكل شرة فترة، يعني لا يستطيع أنه يستمر على هذا الحال الشديد الذي يعني ألزم نفسه به، يعني دايما في البداية يكون هناك يعني حماس وقوة وشدة، لكن بعد مدة يعني يجد أنه لا يستطيع أن يستمر على هذا المقدار، فيحصل فترة يعني نوع من التراخي يعني البطء شوية، كان ماشي بسرعة يعني فائقة فيهدي السرعة شوية يعني في طريقة. فلكن هذه الفترة يعني قد تكون إلى سنة وقد تكون إلى بدعة والعياذ بالله. يعني أحيانا بعض الناس يعني يكون يعني في اجتهاد زيادة عن الحد والطاقة، ثم بعد ذلك يعني يتعب من الاستمرار على هذه الطريقة فيقلل شوية، ولكن بعد ما يقلل يكون في حدود السنة. يعني مثلا ممكن أنه في البداية كان يصوم
الدهر كل الأيام، ويقوم الليل كله ويجتهد، مثلا يختم القرآن كل ليلة أو كل ليلتين، أو ثم بعد ذلك يتعب يعني من هذا الأمر فيقلل شوية من الصيام، لكنه في حدود السنة، يعني يستمر في صوم رمضان وصوم وكذا، ومثلا يصوم اثنين وخميس أو 3 أيام كل شهر أو كذا، ويقلل مثلا من القيام، لكنه يعني يحافظ على شيء ولو يسير، ويوتر كل ليلة، ومثلا في قراءة القرآن قلل المقدار شوية، لكنه كل يوم يقرأ جزءا جزئين كذا إلى آخره. فهو يعني ضعف عن السايت، لما يتعب ينتكس عن الدين بالكلية، يجي بعد ما كان مثلا يصوم الدهر ويقوم الليلة كله ويختم القرآن كل ليلة ومش عارف كذا، وقد يأخذه العجب وتعالي على الناس بعمله، ويهاجم غيره ممن لا يفعل مثل فعله، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يترك الصلوات الخمس، ويترك الصوم، ويفطر في رمضان، ويشرب الخمر، ويفعل المنكرات، فينتكس يعني والعياذ بالله. فهذا كان يعني له شرة، والشرة انقلبت إلى بدعة. فهذا الذي أشير إليه بالأصابع، اللي هو المبتدع في دينه، الفاجر في دنياه، فهذا الذي كانت شرته إلى بدعة. في رواية أخرى للحديث يعني، فمن كانت شرته إلى سنة، وكانت شرته، من كانت فترته إلى سنة، لكل عابد شرة أو عامل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة يعني فقد نجا، ومن كانت فترته إلى بدعة فهذا الذي هلك يعني. قال: وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل، فإن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم بشيء، فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه، فإذا مر أشار من يعرفه إلى من لا يعرفه: هذا فلان. فقال موضوع الإشارة بالأصابع، فقال الناس: متى تشير إلى شخص بالأصابع؟ فقال: إذا هذا الشخص يعني أتى بشيء، ممكن يكون أتى بقول أو بعمل أو فعل شيئا أو قال شيئا، ف يعني عندما يمر فيكون بعض الناس يعرفه وبعضهم لا يعرفه، والذي يعرفه يشير إليه ويقول: هذا الشخص هو الذي قال كذا أو فعل كذا، ويعرف به من لا يعرفه. قال: وهذا قد يكون ذما له وقد يكون مدحا، يعني الإشارة بالأصابع هنا قد تكون مدحا له وقد تكون ذما له، يعني قد يكون مثلا هذا الشخص تميز في العلم أو العبادة أو في عمل صالح أو في خير، فإذا مر فبعض من يعرفه يشير إليه ويقول: والله هذا فلان الذي يعني من صفته كذا وكذا من الخير، ويعرف به. وأحيانا يكون ذما، هذا الإنسان يفعل سوءا، وإذا مر الناس أشاروا إليه بالأصابع الذين يعرفونه ويقولون: هذا هو فلان المبتدع الضال أو الخبيث أو الذي يفعل كذا وكذا من السوء والشر وكذا. فقد يكون الإشارة بالأصابع خيرا أو شرا. فمن كان معروفا باجتهاد وعبادة وزهد وانقطاع عن الخلق، ثم انحط عن ذلك وعاد إلى حال أهل الدنيا والشهوات، وإذا مر بالناس أشاروا إليه قالوا: هذا كان على طريق كذا وكذا، ثم فتن وانقلب، فهذا الذي قال في الحديث فلا تعدوه شيئا، لأنه انقلب على عقبيه ورجع بعد الشرة إلى أسوأ فترة، أو بعد الشرة إلى أسوأ فترة. قال: وقد يكون الرجل منهمكا في الدنيا ولذاتها، ثم يوقظه الله لآخرته فيترك ما هو فيه ويقبل على شأنه، فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع وقالوا: هذا كان مفتونا، ثم تداركه الله، فهذا كانت شرته أو في المعاصي ثم صارت في الطاعات، والأول كانت شرته في الطاعات ثم فترت وعادت إلى البدعة والفجور. واضح؟ هنا يكون الشخص هذا مثلا كان يعني كافرا أو فاسقا، ثم تاب واهتدى وصار من العباد والزهاد والصالحين، فإذا مر فالناس يشيرون إليه بالأصابع بقصد المدح له، أنه كان يعني على سوء ثم استقام واهتدى، وكن هذا الذي صفته كذا وكذا من الخير.
قال وبالجملة فالإشارة بالأصابع إلى الرجل علامة خير وشر ومورد هلكة ونجاة والله الموفق. قال قوله أولئك زخائر الله حيث كانوا. قال زخائر الملك ما يخبأ عنده ويدخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يدخره لحوائجه ومهماته. فقال ذخيرة الإنسان هو ليزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الزخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. الطرق الاصطلاحية هي الطرق الموصلة إلى الله التي اصطلح إيه؟ يعني أئمة الصوفية وكذا، الطريق النقشبندي والرفاعي والشاذلي وكذا، فهذه والأوضاع المتداولة الحادثة، يعني مثل يعني الشيخ يختار لهم أورادا معينة وطريقة معينة في العبادة وكذا. قال هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون، يعني إذا تعصب لها وعاد من لم يكن على طريقته، أو كانت هذه الطريقة فيها مخالفة للسنة في شيء معين أو كذا. قال والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والمسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد مقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. قال وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواه. قال بعض الأئمة سئلوا عن السنة أو من هم أهل السنة، قال هم الذين ليس لهم اسم يعرفون به، يعني ليسوا، بمعنى أن الفرق المنحرفة عن السنة مثلا الرافضة، الجهمية، القدرية، المعتزلة كذا إلى آخره، فمن كان منحرفا عن السنة يكون له اسم ينتسب إليه، معتزلي، جهمي، رافضي، خارجي، لكن الذين ينتسبون إلى السنة ليس لهم اسم، يعني ليسوا منتسبين إلى إحدى هذه الفرق أو الطوائف. قال فمن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو زي وهيئة لا يخرج عنها، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام منه. قال فهؤلاء كلهم محجوبون وعن الظفر بالمطلب الأعلى مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة. متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، تجريدها يعني أنه لا يشرك مع النبي عليه الصلاة والسلام أحدا آخر، يعني لا يكون له يعني مرجع أعلى في الاقتداء والعمل غير النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من سواه أقوالهم وأفعالهم ترد يعني إلى السنة وتعرض على السنة، ما وافقها قبل، ما خالفها رد يعني. قال فأصبحوا عنها بمعزل ومنزلتهم منها أبعد منزل، فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق. بعض الذين انحرفوا عن السنة يتعبدون بالخلوة وبالرياضة. الرياضة المقصود بها اللي هو رياضة النفس، يعني انه هو، وكانوا دايما يقصدون بالرياضة اللي هو مثلا تعويد النفس على الجوع والعطش والسهر، فكان بعضهم يخلو يعني يعتزل الناس ويمتنع عن الطعام والشراب وال يعني ونحو ذلك، يعني من ايه، وايضا
أيضا يترك الزواج ويترك كذا، فيروض نفسه على ترك يعني شهوات النفس وعلى كذا، فيحاول يعود نفسه على هذه الأمور ويفرغ قلبه. فأحيانا عياذا بالله يعني هذه الخلوة والانقطاع عن الناس مع ترك النوم وترك الزواج وترك الطعام والشراب وترك، فيؤدي بهم كثرة السهر والجوع والعطش إلى وساوس يعني والعياذ بالله. فمر بنا بعضهم ربما يعني بعد فترة طويلة من الجوع والعطش والسهر وكذا، ربما يبدأ يسمع أصواتا ويتخيل أشياء، فيظن أنه يعني وصل إلى الحقيقة وصار من الأولياء، أفكار فيها يعني انقطاع عن العبادة والعمل الصالح وكذا، فتكون وساوس من الشيطان تصرفه عن الدين، وهو يظن أنها يعني كرامات وأنها كده. قال ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، يعني هؤلاء الذين انحرفوا بهذا الشكل يرون أن العلم الشرعي يقطعهم عن الطريق، يعني يمنعهم من الوصول إلى الله، هم لا يريدون أنه يقضوا وقتهم في التفكر والجوع والسهر. فإذا ذكر له الجهاد كان أشد نفورا عنه، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم، يعني هذا من غيرهم، يعني هذا من الأغيار اللي هم الذين ليسوا على طريقتهم ولا منهجهم، فأي واحد منهم يتكلم في العلم والجهاد والأمر بالمعروف فيطردونه ويبعدونه عنه. قال فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة إليه، يعني هؤلاء الذين يحرمون النفوس من الشهوات المباحة ويعتزلون الناس، فالناس يشيرون إليهم أنهم هؤلاء هم الزهاد والعباد وأهل الحقيقة والذين عرفوا الله، مع أنهم في الواقع هم يعني منحرفون عن الطريق الصحيح، لأنه ليس هناك أحد أعرف بالله ولا أتقى لله من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم صحابته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس مثل ما يلبس الناس ويأكل ويصوم ويفطر وينام ويقوم ويتزوج النساء ويجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف، فطريقته عليه الصلاة والسلام هي أصح الطرق وهي أسلم الطرق. قال الطبقة الثانية، قال فصل، قال الطبقة الثانية طائفة أشاروا عن منزل وهم في غيره، ووروا بأمر وهم لغيره، ونادوا على شأن وهم على غيره، فهم بين غيرة عليهم تسترهم، وأدب فيهم يصونهم، وظرف يهذبهم. هذه عبارة الإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله. ابن القيم يشرح هذا الكلام، دول إيه أهل الطبقة الثانية، أهل الدرجة الثانية اللي هم أعلى من الأولى. قال أهل هذه الطبقة استسروا اختيارا وإرادة لذلك صيانة لأحوالهم وكمالا في تمكنهم، يعني إذن إيه أهل الدرجة الأولى هم غير معروفين بين الناس، يعني بشيء ليس باختيارهم، يعني لهم أهل الدرجة الأولى يقول يعني هم إيه يعني قوم فقراء وليس لهم يعني أموال ولا جاه ولا منصب ولا كذا، وهم يعني صالحون ويعبدون الله تعالى وليسوا معروفين بين الناس، يعني ليسوا مشتهرين بشيء يعني معين تميزوا فيه بحيث الناس تعرفهم وتشير إليهم تقول هذا فلان، فهم يعني غير معروفين لكن وهم قوم صالحون غير معروفين، ولكن غير معروفين ليس إيه باختيارهم، يعني وقدر الله أنهم يعني فقراء لا عندهم أموال ولا عندهم مناصب ولا مثلا متميزين مثلا في شيء معين يجلب لهم الشهرة بين الناس، فهم يعني لا يعرفهم أحد ولكنهم قوم صالحون. الفريق الثاني يعني هم متميزون في أشياء يعني تجلب لهم الشهرة لو أرادوا، ولكنهم يتعمدون إيه أن يخفوا أحوالهم عن الناس حتى لا يعرفهم الناس.
فقال صيانة لأحوالهم وكمالا في تمكنهم، فمقاماتهم عالية لا ترمقها العيون ولا تخالجها الظنون، يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب من مقامات المريدين السالكين وبدايات السلوك، ويخفون ما مكنهم فيه الحق سبحانه وتعالى من أحوال المحبة ومواجيدها وآثار المعرفة وتوحيدها. فهذه هي التورية التي ذكرها. فالتورية أن الإنسان يعني يستعمل إيه لفظا المخاطب يفهمه على طريقة، وهو يعني يقصد به إيه شيئا آخر، يعني فيفهم المخاطب شيئا يعني على خلاف إيه. قال فكأنهم يظهرون للمخاطب أنهم من أهل البدايات وهم في أعلى المقامات، يتكلمون معهم في البداية والإرادة والسلوك ومقامهم فوق ذلك، وهم محقون في الحالين، لكن يسترون أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن الناس. فقال يعني هم في مقامات عالية، لكن يعني يظهرون أمام الناس أنهم كأنهم يعني ما زالوا في بدايات التوبة والاستقامة وكذا. فالكلام الذي يقولونه حق، يعني أن كل مسلم يحتاج إلى الهداية ويحتاج إلى التوبة ويحتاج إلى الاستغفار، فلا يستغني عنه، لكن هم في نفس الوقت لهم يعني أعمال أخرى يعني أعلى وأكمل وأتم يخفونها، وفقط يعني لا يظهرون إلا الحد الأدنى، كأنهم لا يزالون في أدنى الدرجات. قال وبالجملة فهم مع الناس بظواهرهم يخاطبونهم على قدر عقولهم، ولا يخاطبونهم بما لا تصل إليه عقولهم فينكر عليهم، فيحسبهم المخاطب مثله، فالناس عندهم وليسوا هم عند أحد. فيخفون ما عندهم يعني من الخير الذي تميزوا به، ويظهرون مثلا للجهال أنهم جهال مثلهم، مثلا حتى لو كان عندهم شيء من العلم لا يظهرونه، الاجتهاد في العبادة، لكن إذا كانوا بين الناس لا يظهرون هذا الاجتهاد في العبادة، ويقتصرون على الحد الأدنى كأنهم إيه مثل أقل الناس، وبينما هم لهم يعني مقامات أعلى، لكن تكون بينهم وبين الله يسترونها عن الناس. قال قوله أشاروا إلى منزل وهم في غيره، يعني يشيرون إلى منزل التوبة والمحاسبة وهم في منزل المحبة والوجد والذوق. في كلامهم مع الناس يتكلمون عن محاسبة النفس والتوبة إلى الله وحاجتهم إلى التوبة وحاجتهم إلى محاسبة أنفسهم وكذا، وهم يعني قد يعني وهذا الكلام صحيح، يعني كل إنسان يحتاج هذا في كل وقت، لكن هم يعني تخطوا هذه المرحلة وصاروا في مراحل أعلى، لكن يخفون الأعلى. قال وقد يريد أنهم يشيرون إلى أنهم عامة وهم خاصة الخاصة، وإلى أنهم جهال وهم العارفون بالله، وأنهم مسيئون وهم المحسنون. قال وعلى هذا فيكونون من الطائفة الملامتية الذين يظهرون ما لا يمدحون عليه ويسرون ما يحمدهم الله عليه، عكس المرائين أو عكس المرائين المنافقين. يعني المرائي المنافق اللي هو يبطن السوء ويظهر إيه الخير، يعني يظهر أنه من العباد ومن الزهاد ومن الصالحين، وهو في الحقيقة على خلاف ذلك. فيقول هناك طائفة من الصوفية يقال لهم الملامتية، فهؤلاء يعني هم يكونون في الحقيقة يعني من الصالحين الأخيار وكذا، ويتعمدون أن يظهروا أمام الناس أنهم مسيئون. وكما سيشرح الإمام ابن القيم هؤلاء الملامتية يعني على نوعين. النوع الأول أنهم يعني يفعلون أشياء من المباحات، يعني يكونون مثلا يعني يخفون ما هم عليه من الطاعات ويفعلون أشياء من المباحات، يعني لا يأثمون بفعلها، ولكن يعني تنقص جاههم أو وقدرهم عند الناس. يعني مثلا بعض السلف كان مثلا إذا كان يقرأ في المصحف أو كذا، وأن يسمع صوت شخص داخل فيستر المصحف بثوب مثلا، وممكن يأتي بشيء هو لم يكن مشغولا به، مثلا ممكن يجيب كتاب آخر ولا يفتحه،
أو يكون مثلا في طعام قريب فيجيب الطعام، يظهر أنه كأنه جالس كان يأكل، بينما هو في الحقيقة كان جالس مثلا يتلو القرآن، فيخفي ذلك ويظهر أنه كان جالس يأكل مثلا. أو مثلا بعضهم كان إذا بكى من خشية الله مثلا يخفي البكاء ويظهر أنه مزكوم، ويطلع مثلا منديله كأنه ما يقول مثلا الزكام شديد، وهو مثلا في الحقيقة ليس به الزكام مثلا، ولكن هو به بكاء من خشية الله، فيخفي يعني الطاعة، لكن يظهر شيئا مباحا، يعني لا يظهر شيئا حراما، يعني أنه مزكوم ولا أنه مشغول بأكل أو شرب أو بشيء من المباحات، أو مثلا يكون يصلي مثلا أو يفعل شيء من الطاعات مثلا، وإذا دخل عليه أحد مثلا إذا كان في الليل في الركعتين بعدهم ويدخل أحد، فمثلا ممكن يخفيها ويتظاهر أنه نائم مثلا أو كذا إلى آخره. فإذا تظاهر بشيء مباح من أجل مثلا ألا يظن به، يعني من أجل أن يخفي ما هو عليه من الخير، فهذا يعني قسم محمود يعني أو جائز. ولكن هناك نوع آخر يعني محرم، أن بعض هؤلاء الملامتية يعني بعض الصوفية من هذه الطائفة اللي هي الملامتية يعني انحرفوا عن الحق، يعني أن بعضهم يتعمد أن يفعل بعض المعاصي والذنوب حتى يعني يسبه الناس ويقدحوا فيه، فيتعمد مثلا أنه يسرق شيئا ولا يأكل شيئا حراما ولا يفعل شيئا كده، فالناس يعني يسبونه ويقولون هذا اللي يأكل الحرام ولا هذا السارق ولا هذا الذي يشرب الخمر ولا هذا، فيتعمد أنه يجلب لنفسه يعني السب والشتم بفعل شيء حرام من أجل إيه، أن يزعم أن هذا يعني يبعده عن الرياء وعن وكذا، فهذا عمل محرم، يعني ليس الإنسان أن هو يخفي مثلا عمله الصالح بأن يعني يجهر بمنكر ويجلب لنفسه يعني سوء الظن وفعل المنكرات، فهذا شيء حرام يعني، وهذا مداخل الشر يعني غلو يعني مبالغ، كل شيء يعني له حد يعني. فهناك الملامتية نوعان، يعني نوع اللي هو يعني يكون على طاعة وخير وعمل صالح ويتعمد أنه هو إيه يخفي ذلك ويظهر شيئا من المباحات يعني، فهذا قال هذا عكس المرائي والمنافق، أنه يعني هذا يبطن الخير ويخفيه ويظهر أنه لا يفعل هذا الخير مع أنه يفعل، لكن إذا غلا في هذا القدر وزاد يعني أنه صار يتعمد أنه يفعل المنكرات ويترك الواجبات أمام الناس حتى يذموه ويصفوه بأنه فاسق وأنه فاجر وأنه كذا، فهذا شيء محرم. فقال: وهؤلاء طائفة معروفة لهم طريق معروفة تسمى طريق أهل الملامة، وتسمى الطائفة الملامتية، ويزعمون أنهم يحتملون ملام الناس لهم على ما يظهرونه من الأعمال ليخلص لهم ما يبطنونه من الأحوال، ويحتجون بقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لكن هذا طبعا إيه استعمال الآية في غير موضعها، في الآية الكريمة: ولا يخافون لومة لائم، يعني دائما سبحان الله الذي المبطل إذا استدل بآية، كان دائما ابن تيمية رحمه الله يقول يعني: لا يأتيني مبطل بآية من كتاب الله يستدل بها على باطل إلا رددت عليه من نفس الآية، كان دائما يعني كان بارعا في هذا، أي آية يستدل بها مبطل على باطل يجيب له من نفس الآية الرد عليه. فمثلا هنا هذه الآية هم يستدلون بها: ولا يخافون لومة لائم، أنهم يعني يشربون الخمر ويتركون الصلاة ويفطر في رمضان ومش عارف يعمل كذا حتى يلومه الناس، وهو في الحقيقة هو من العباد والزهاد والصالحين وكذا. فهذا تفسير باطل يدل عليه أن نفس الآية يعني الذين لا يخافون لومة لائم هم من؟ هم الأعزة على الكفار الذين يجاهدون في سبيل الله، فقد يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، إذن معناه أنهم يجاهدون الكفار
ويجاهدون في سبيل الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذه أشياء تجلب لهم لوم الناس، يعني الذين يلومونهم هم الذين يعني يعادونهم ويحاربونهم لأجل دينهم واستقامتهم، فهم لا يخافون لوم اللائمين، يعني لا يحملهم ذلك على ترك الواجبات. فإذا التفسير الصحيح للآية هو أن المؤمن يعني يؤدي ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، وإذا لامه الناس على ذلك فإنه يعني لا يبالي إيه بلوم الناس. يعني لو جاء مثلا جاء وقت الصلاة وقام يصلي بين قوم لا يصلون، يعني يقول له يعني الصلاة أخر الصلاة وخليها بعد العمل وخليها مثلا كذا، ومخالف للباس الناس ومخالف لكذا، ويلومونه مثلا على الحجاب، أو يلومون شخصا على الصلاة، أو يلومون صائم في رمضان هذا حر وهذا كذا، ويشغلك عن المذاكرة أو عن العمل. فالذين يلومونهم على فعل الطاعات والأعمال الصالحات فهم لا يبالون بلومهم ويطيعون الله ويعبدون الله، فهذا هو القصد. لكن هم فسروها بطريقة أخرى، أن الإنسان يعني يحمد أنه يتعمد فعل المنكرات بين الناس حتى يلومهم الناس، وأن هذا شيء يعني حسن. قال: فهم عاملون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس لما رأوا المغترين المغتر بهم من المنتسبين إلى السلوك يعملون على تربية نفوسهم وتوفير جاههم في قلوب الناس، فعاكسهم هؤلاء. فقال هم وجدوا إيه؟ قوما يتعمدون أنهم يصير لهم جاه بين الناس، ويتعمدون إظهار العمل الصالح بين الناس حتى يحمدوهم، فهؤلاء إيه؟ عكسوا يعني. وأظهروا بطالة وأبطنوا أعمالا، أظهروا بطالة يعني أظهروا أنهم لا يعملون شيئا من الخير، وكتموا أحوالهم جهدهم، وينشدون في هذه الحال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. نعم. فإذا إيه يعني هذه الأبيات يعني تستعمل في مناجاة الله تعالى، يعني زي كلمة حق أريد بها باطل، يعني هو كلمة حق إذا استعملت في خطاب الله تعالى أهم شيء الإنسان تكون الصلة بينه وبين الله تعالى وثيقه على صلة بالله، حتى لو خرب ما بينه وبين الناس، زي من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فهي كلمة حق إذا أريد بها هذا المعنى، لكن إذا أريد بها أنه يتعمد فعل المنكرات فتكون أريد بها باطل. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال: كان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه حتى يخرج إلى الناس فيقولون ليس بصائم. فهذا يعني إذا كان في صوم نافلة، يعني طبعا ليس مقصود في صوم فريضة، ولكن يعني في صوم نافلة إذا هو يتنفل بالصيام، فهذا هذه من فعل الملامتية اللي هو الطريقة الصحيحة المقبولة، يعني أنه مثلا يكون يصوم نوافل، لكن ممكن مثلا يتعمد أن ممكن يحمل معه بعض الطعام ليظهر أنه ليس بصائم، أو يدهن مثلا أثر طعام على لحيته ولا على شفتيه أو كذا، يعني بحيث الذين معه يحسبون أنه مفطر ولكن هو يعني صائم. فالذي فعله هو شيء مباح، يعني هو الذي فعله فعل شيئا مباحا ليخفي يعني طاعته، فهذا لا بأس به، يعني هذا ليس ببأس. لكن مثلا إذا فعل ذلك في رمضان وليس عنده عذر مثلا، ويجي في رمضان يتعمد يظهر أنه كأنه مفطر في رمضان، فهذا يكون يعني من وساوس الشيطان ومن المنكرات، يعني سواء كان مفطرا حقيقة أو تظاهر أنه مفطر، فهذا يعني يعتبر من إفشاء المنكرات وإشاعة الفاحشة. وإذا كان مثلا الناس يقول هذا الذي يقتدى به يعني يفعل هذا المنكر، ف
فهذا عمل منكر وعظيم. قال ولهذا قال بعضهم التصوف ترك الدعاوي وكتمان المعاني. ترك الدعاوي وكتمان المعاني، ترك الدعاوي أن يقول أنا صالح وأنا عابد وأنا كذا، فلا يدعي يعني صلاحا ولا زهدا ولا كذا، وكتمان المعاني، المعاني الإيمانية والأحوال القلبية وكذا يكتمها عن الناس. قال وسئل الحارث بن أسد رحمه الله عن علامات الصادق فقال ألا يبالي أن يخرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على اليسير من عمله. الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله فذكر علامة الصلاح قلبه، وإما مثلا جاهه بين الناس ومنزلته عند الناس. فالصادق هو الذي يختار صلاح قلبه، هو الأهم عنده، هو الأحسن عنده. ولا يحب اطلاع الناس على اليسير من عمله. قال وهذا يحمد في حال ويذم في حال، ويحسن من رجل ويقبح من آخر. فيحمد إذا أظهر ما يجوز إظهاره ولا نقص عليه فيه، ولا ذم من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ليكتم به حاله وعمله، كما إذا أظهر الغنى وكتم الفقر والفاقة. أحيانا مثلا يكون الإنسان فقيرا ويتعمد بين الناس، مثلا ممكن هو يعني مثلا يدخر ويجهد نفسه حتى يكون مثلا عنده ثوب حسن وكذا ويلبسه بين الناس، أو يعني يتعمد أنه بين الناس يظهر أنه يعني لا ينقصه شيء وهو في الحقيقة يعني فقير، ولكن يظهر أنه غني وأنه ليس بحاجة إلى الناس. وأظهر الصحة وكتم المرض، يعني حتى إيه لا يشكو الفقر ولا يشكو. فكذلك مثلا قد يكون مريضا ويتحامل على نفسه ويكتم ألمه ويتظاهر أنه صحيح. وأظهر النعمة وكتم البلية، فهذا كله من كنوز البر، وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه. قال وشكى رجل إلى الأحنف بن قيس شكاة فقال يا ابن أخي لقد ذهب ضوء بصري من 20 سنة فما أخبرت به أحدا. كأنه كان إحدى عينيه كان لا يبصر بها من 20 سنة، لكن لا يظهر عليه ذلك، فلم يخبر أحدا بذلك، ويعني كأن عينيه صحيحتين أو كذا. فيعني من باب يترك الشكوى إلى الناس، يعني فيترك الشكوى إلى الناس ويكتم إذا. فقال هذا يعني مما يحمد ويحسن. وأما الحال التي يذم فيها فأن يظهر ما لا يجوز إظهاره ليسيء الناس به الظن فلا يعظمونه، كما يذكر عن بعضهم أنه دخل الحمام ثم خرج وسرق ثياب رجل. بعض الملامتية دخل الحمام، الحمامات اللي هي الحمامات العامة التي كانوا يغتسلون فيها، يعني قديما بيوت لم تكن مهيئة يعني، فيكون هناك يعني مكان حمام عام من يريد الاغتسال يعني يذهب إليه ويدفع أجرة، ويكون فيها ماء حار ومسخن ومهيئ وكذا إلى آخره. فذهب إلى الحمام واغتسل، وبعدين هو خارج سرق ثياب رجل يعني من الذين في الحمام، ومشى رويدا حتى أدركوه. ومشى رويدا ومشى يعني على مهل عشان يدركوه، يعني ولا يريد يأخذها ويهرب، يريد يعني أن يخرج الناس وراءه وأن يمسكوا به ويقولون. فأخذوها منه وسبوه، أخذوا منه الثياب وقالوا يا لص يا سارق يا كذا وسبوا. وهذا هو كان قصده، يعني أنه تعمد أن يفعل إيه هذا المنكر حتى يسبه الناس. قال فهذا حرام لا يحل تعاطيه، ويقبح أيضا من المتبوع المقتدى به ذلك، بل وما هو دونه، لأنه يغر الناس ويوقعهم في التأسي بما يظهره. قال هذا حرام ومنكر، وجرمه يكون أعظم لو كان هذا الذي يفعل هذا ممن يقتدى به، لأنه هذا يؤدي إلى
أن يغتر به الناس ويقولون إيه والله إذا كان هذا الشيخ المقتدى به والزاهد هذا يسرق ويشرب الخمر ويفعل، فالناس إيه يتجرؤون على هذه المنكرات ويقتدون به فيها ويتحمل وزره حتى لو هو عملها في زعمه حتى يعني يسقط قدره عند الناس أو كذا، لكن من أثر ذلك أنه سيجعل الناس يتهاونون بالمنكر. قال فالملامتية نوعان، ممدوحون أبرار ومذمومون جهال وإن كانوا في خفارة صدقهم. شوف سبحان الله، يعني إيه في الأخير برضو يلتمس لهم العذر، يقول بعض هؤلاء الملامتية يعني هم قوم صادقون مع الله وصالحون يعني في أنفسهم، لكن صالحين يعني هم في حقيقة الأمر مثلا مجتهدون في العبادة والطاعة وكذا على أعلى درجة، ولكن تعمدوا أن يفعلوا بعض المنكرات ليسبهم الناس ويذموهم يعني بقصد التقرب إلى الله بزوال جاههم عند الناس وكذا. فقال يعني عندما نحكم على عملهم نقول هذا عمل يعني منكر وباطل ومحرم ولا يجوز، ولكن حسابهم قال حسابهم على الخفارة الخفير اللي هو الحارس يعني، لكن قال يعني قد ينجيهم الله بسبب صدقهم يعني وهم جهال، قد يعذرهم الله بسبب يعني جهلهم، والله تعالى أعلم بحالهم. قال فالأول الذين لا يبالون بلوم اللوام في ذات الله والقيام بأمره والدعوة إليه، هذا الذي وهم الذين قال الله فيهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دائما الذي يعني يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ومجاهدة الكفار دائما يكون له أعداء ومن يلومونه، والذين يلومونه منهم يعني أعداء الدين ومنهم أحيانا بعض الصالحين يقولون له يعني لا تتعب نفسك وليس هناك فائدة من هذا وانشغل بنفسك وكذا، زي يعني زي الذين أنكروا في قصة أصحاب السبت الذين أنكروا المنكر، فهناك يعني طائفة قالت لهم إيه لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أحيانا يأتي اللوم من بعض الصالحين يعني يقول لهم لا فائدة أنتم تتعبون أنفسكم في هذه الدعوة والأمر، الناس خلاص ما تركوا كل واحد وشأنه لا فائدة ولا كذا، فيلومونهم فهم لا يبالون بلوم اللوام ويستمرون يعني في عملهم، سواء اللائمون يعني من أعداء الدين الذين يريدون أن يتوقفوا عن العمل الصالح والدعوة وكذا، أو اللائمون يعني من المسلمين المتخاذلين يعني الذين يعني يثبطون من يعمل الخير يقولون ليس هناك فائدة ولا هناك كذا ويثبطونه عن الخير، فهم لا يبالون بهذا. قال فأحب الناس إلى الله من لا تأخذه في الله لومة لائم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني مثال هؤلاء عمر رضي الله عنه كان شديدا في الحق يعني أي مخالفة يعني ينكرها ولا يبالي بلوم من لامه. قال والنوع الثاني المذموم هو الذي يظهر ما يلام عليه شرعا من محرم أو مكروه ليكتم بذلك حاله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. النوع المذموم كما مر هو الذي يظهر منكرا وحراما من أجل أن يلومه الناس، فهذا مذموم. قال فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ، يعني الإمام ابن القيم استطرد في هذا الموضوع وبعدين الآن يرجع إلى شرح كلام الإمام الهروي. قال فقوله أشاروا إلى منزل وهم في غيره، مثاله أنهم يتكلمون عن التوبة والمحاسبة وهم في منزل المحبة والفناء. قل منزلة المحبة والفناء أعلى من منزلة التوبة والمحاسبة، التوبة والمحاسبة يعني في المنازل الأولى والمحبة والفناء في المنازل العليا، فهم يكونون في الدرجة العليا ويعني يظهرون أنهم في الدرجة الأولى. ووروا بأمر وهم لغيره، قال التورية أن يذكر لفظا
يفهم به المخاطب معنى وهو يريد غيره. مثاله أن يقول أحدهم أنا غني، فيوهم المخاطب أنه غني بالشيء ومراده غني بالله عنه، يعني عن هذا المخاطب، يعني غني بالله، يعني يكلم مخاطب يقول له أنا غني، يقصد أنا غني بالله عنك أيها المخاطب. كما قال غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. هذا البيت ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، قال غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. فيقول أنا غني بالله عن الناس، والغنى العالي الغنى الحقيقي أنه يمتلك يعني كذا وكذا من المال والدور والدواب، وإنما أنه مستغن عنها، يعني هو قلبه غير متعلق بها، وإنما قلبه متعلق بالله، فهذا هو المحمود. يعني دائما الغنى المحمود هو الغنى بالله والغنى عما سوى الله، الغنى بالله عما سوى الله، فهذا هو الغنى المحمود. قال ويقول ما صح لي مقام التوبة بعد، ويريد ما صحت لي التوبة عن رؤية التوبة ونحو ذلك. فيقول قد مثال التورية، يقول أحدهم مثلا عن نفسي أنا ما صحت لي التوبة بعد، فالذي يسمع هذا يحسب أنه يعني ما زال يفعل بعض الذنوب ولم يتب منها بعد، وهو يقصد إيه؟ التوبة من رؤية التوبة، أنهم عندهم يعني بعد التوبة من الذنوب يصبح تائبا، ثم يحتاج إلى أن يتوب عن رؤية أنه تائب، يعني عن الإعجاب بعمله، يعني حتى لا يعجب بعمله، فيحاول أنه ينسى أنه تائب حتى لا يعني يعجب بذلك، أو يظن نفسه أفضل من العصاة. فهو يريد، هو تاب يعني عن الذنوب والمعاصي، لكن يحتاج إلى توبة عن رؤية التوبة. فهو يقول أنا ما صحت لي التوبة، المخاطب يفهم أنه ما زال يتوب عن الذنوب، وهو يقصد التوبة عن رؤية التوبة ونحو ذلك. قال ونادوا على شأن وهم على غيره، أي عظموا شأنا من شؤون القوم فيدعو الناس إليه وهم في أعلى منه، وهذا قريب مما قبله. يعني هم ممكن هم يعملون أعمالا يعني عالية جدا، ولكن ممكن يدعون الناس إلى، يعني مثلا إيه، قد يكون أحدهم مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، ويدعو الناس مثلا إلى أن يصوموا مثلا 3 أيام كل شهر، ويبين فضل ذلك ومنزلته، وهو في الحقيقة هو يعمل أفضل من ذلك، لكن يقول لهم ما رأيكم أن نتعاون معا على أن نصوم 3 أيام، ومن يشترك معه ونريد أن نفعل كذا، فيحث الناس على شيء مثلا من العمل، ويفهمهم كأنه يعني لا يعمل هذا الشيء، وهو في الحقيقة هو يعمل أفضل منه. قال قوله فهم بين غيرة عليهم تسترهم، أي يغار الحق سبحانه عليهم فيسترهم عن الخلق، ويغارون على أحوالهم ومقاماتهم فيستترون عن رؤية الخلق لها، كما قيل ألف الخمول صيانة وتسترا، فكأنما تعريفه أن ينكرا، وكأنه كلف الفؤاد بنفسه فحمته غيرته عليها أن ترى. هم بين غيرة عليهم تسترهم، قال يغار الحق سبحانه وتعالى عليهم، يعني من إكرام الله تعالى لهم واصطفائه لهم، فيسترهم عن الخلق، وهم أنفسهم يغارون على أحوالهم، يعني من حرصهم عليها وخوفهم أن يدخل إليها نقص فيسترونها عن رؤية الناس. قال قوله وأدب فيهم يصونهم، بهذا يتم أمرهم. قال وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم عن سوء، عن ظن السوء بهم، ويصونهم عن دناءة الأخلاق والأعمال، فأدبهم
صوان، أو في بعض النسخ صون على أحوالهم، فهمته العلية ترتفع به وأدبه يرسو به إلى التراب، كما قيل: أبلج سهل الأخلاق ممتنع، يبرزه الدهر وهو يحتجب، إذا ترقت به عزائمه إلى الثريا رسى به الأدب. فأدب المريد والسالك صوان له، أو صون له، وتاج على رأسه. طيب، نقف عند قوله: وظرف يهذبهم، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.